الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن أبي عبد الله وحليوري جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن نبيه يقولي وأمر علينا وملح نوقده بأبا عبيدة رضي الله عنه. أبا عبيدة ملح نوقده نطلق وحن لكل من عير صفر لقراش رسول الله، وزودنا نبي وحن وزاد فيه جراب الجراب من تمر التمر أو هل جراب التمر أيا زادنا نوقده وعيد الفرب إلى صدح بغلون لم يجد لنا غيره وحكلا ونوى. فكان ابو عبيده وحوها يعطينا من نسيه تمره تمره حبه حبه تمر ونوسيني ونو يريرين يا سي امير في عيدك. فقيل وعالي كيف كنتم تصنعون بها حل حبه تمر محد كسوين يسال ما انتم يعني هل حبه تمر قف سيده ابو جوغي حيث اتريسا. قال وحو يري جابر بن عبد الله نمصها وان موسني نابودي كما يمص سبي ما يركاس ام موسى مركي ان نعم حبه تمر تعالى سي ثم نشرب عليها من الماء بيا كعبينا فتكفينا يومنا الى الليل مالك اسلم بك جيد الى هبيك فكان عندنا بري حبتك للمسلمين حبتك للتمر تام بعض المسلمين دم اي. وكنا وحانا نضرب كو كو غراعه بعصينا اولها نغا ايان الخبط ابقدا كو غراعي تني كو سو داتنينا ثم نبلو بالما بي ان كو قينينا فنا كل مره تنعل وقال اسك علينا. فانطلقنا وان تقنع على ساحل البحر بدا حيبتي ذا كسعني فرفع لنا وحانا نوصو كريالي على ساحل البحر حالا كسعني بدا حيبتي ذا كهيئة الكثيب وحاد بعاد مدرسة بعاد وتاقة اللقب الأوين معنا رجني وح بدا كسو بحيو سا وصو فوريو المدرسة بعاد وين أدويس وطالع. فأتينا وان تقنعي فإذا هي دابة دابة وهي تدعى لغمك على العنبر عنبر باليدا الوين وبدأ كنا لعمر ليرادو خاصة بنا كلوه سو صارف ما دام إيه في سبيل الله أي مرحبا ما دام يكون سوين في سبيل الله وحي وطن إيه سجل إلهي حق سالمه زاد. فقال أبو عبيدة وحير ميتة أروى بخت معرين نجداي أسمع أمير كأجي هذا كأجي جسمين أمير كمرة تقوام جدي وسأل القراء ولا داعي. ثم قال وحير هذا لا ميت معها بل نحن أنجو رسول رسول الله بارنه صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كو صوت رأي بارنه رسولك النائب كناه وإلهي دين تساب في ديننا وجهات بارنه سعنا وفي سبيل الله نواكو سوانا. وقد أصدرت وانا لإدلاتك قليه أو آد بارو باهمتين وقع دون مصدر نغل حتى ميتدو أبنا نسوما يعني إني نفسك بحضة وكياه وايا والإدلاتك قليه وباهبا إذن هايسو هيفا كلو عنبو عنا ونوف صحيح مركز عن عنيم. فأقمنا عليه وكنا جان الشهر بال إذل بعذل فدنيجوي ونحن 300 صدح بقوله نمبر مركز الحل بالعنيم حتى سمنا إلى أن عيل نيجوي هو البحر لك هذا جيز كسر سبق يجيل بساورين هيان ولا عيل نيجوي. ولقد رأيتنا وانس على نيجوي نقترف عنا ودرسنا إنه من وقت عينه إشي سقط كذا يعني بالقلال أشوم بالدار الدون صبك خطر هناو إيش أرد ساس وجي فصوما ما الإمر كهيل كي هو حلاك بور إيش قد كذي يا صبك إنسان سوق القلا يا فار وين كي إيش إيش تلاه ده أشوم ما سلا وطو درين صبك يا كدر هناو. ونقطع وانقيننا من حد يسأل في در هلبة قيننا عذير هلبة كثور أدمريس دي بقول أجي أنت هلك جيك أو سلا أنا وجرني يا حلمان سنتي من ذا كان يقول لي وين جيت لك او كقدر الصوري كقدر الصوري دي بيقول لي يا ابو. ولقد اخذ وقال منا حق النجا ابو عبيده 13 رجلا
صدح يتوان نبو صوقبتي فأقعده وفريسي في وقت عينه إيش قد كيدو إيشي في مركي ساوتا لكليه مركي مركي هيل كي وحي لغا عوني إيش قد كيدو صدح يتوان نبو يرسلق غلا وصا أغلا فكاسي لوانا جالا لوني وذا قليه نكو فريس يعني إيشي سوين سيلي أكتويني فكا أسرق غلا جيلي إلهي مباكي إنت أوليك هاو وأخذ هو قال يدل عن فرب وقال له من أذاعي فريه تكمل فقام هو جوجي تاسو يستاج ثم رحل هو رريو أعظم بعير يتمت في أبوينا هو معنا معنا هذا فمر من تحتها مكاس وأصمر تيجي أبوينا أو سوق ترى يجي لسير رريو ليه يوسف جسال له استاجي وتيجي سك أصمر هذا لو إنك بعدين إنت الله كمان ما نسيت لي لا ينبغي يكره وتزودنا وكذا قال نيبر من لحم هيل بكيسي هاي حال وكم ذي وتزودنا وانزاد قال نيبر من لحم حال وكم ذي هاي وشائقة درير كثر قال نيبر هيل ك يعني تسعة الوجه جاه مرك هيل كلا جرجر يوت كعلى كسمين نيو ذي هيل درير ما هلك على جو انجزيا سما مرك الله سهيا نيا الدوال درير تاعي ومرك على قاتا مركز وشائقة كسمين دلدلق نوالي له ساسا روجي جحنا يو مركز اندريري كتغن يو هان قادم يقولي هان قادم فلما قدمنا المدينة مدينة مركز صوغل نياتينا رسول الله منوتك صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له أريد هذا الرشع اقني لقاجة قررنا تميني صوغ وحوة أنه يسرين وصلاة قصو غنها يقال كانت عمرك وما نوص وبحي جسد والوقو والرمي مركز ومركز وروان وكتب سنينه ميدي هاي أنهم ملايين أبو عبيدة وانوقف سنوه يري يعني رسول رسول الله يباني وفي سبيل الله يباني كسوه نايعون فالإن باتي قصاصا مركز بشأ إذا العون هنوه وابا فانا نيجي واقصا وقر حبانا راح ريال مدينة جوه هذي اللي هيلي بأبو مجر وانوان صوحنا يوحى إلهي كمس عليه يوانكي ووضا النور باي يميدو عيلوه وصوبان نحوجي المركز فقال وحي النبي هو الرزق أخرجه الله لكم هو رزق رزقي وهي أخرجه الله إلهي ودين صوصار لكم ذلك ورزق إلهي دين صوصار فهل معكم من عين ميه من لحم بيشه وحمك وضان وفتدعي ونا من نسينا إسان ورزق إلهي دين سيئي وحمك وضان ونقر وحمك نسينا إسان فأرسلنا واندرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق إسان يا وحوقدرنا فأكله النبي هو عقل الرواه مسلم وتضييب من قلوبهم قلبي قوضوا ما كان يكتب يلا يا مرض أصيعنا إنه حلالي هاي يؤسي تسنة الجراب وحليه وعاء من جلد ويعني ولد ويل لقسم هي مقارك وحرك أوي معروف والي قنوه بكسر جيمي وفتحها يعني جراب لي يا من جراب لبضوا وحا وحا لكل توي مرحب والكسر أصحه أي قوله نمص أويد بفتح الميم أي بفتح الميم نمص هالي والخمط ورق شجر معروف جاد يعني اللي قانع عليه انت يسوي اما قد يسوي تأكله الإبل قاله وعنه والكثيبنا الطلب عليه تاج ومن الرمل بعاك او بعاك مديس التاج قاس علينا والوقب فتح الواو واسكان القاف وبعدها باء موحدة وهي نقرة العين ايش قد كيدوي والقلال الجدار اشون كوي والفدر بكثر الفاء وفتح الدال القدع وي ووحيره هيلبها كبوينينا هيلب جيلها كبوينينا او دمي الله رحل البعيد وحو بتخفيف الحاء اي جعل عليه الرحلة ركب صارت فكاسو غصمري تيجي وين الوشائق بشير المعجم الاخي والقاف اللحم هيلب كوي الذي قطع على جرجري ليقدد الا دلدليق اما الا دريرمو او مركز دلسيس هاي قاسو ساسا لو الله اعلم وعن جابر وحلقوري رضي الله عنه قال وحيد جابر بن عبد الله وعن اسماء بنت يزيد وحلقوري رضي الله عنه قال وحيد كان وحو هذا كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص النبي وحو هذا كم كيسو الى الرسق لفتع الرسق لليلة قميص النبي يعني مد عرين هل كاسو كجوغي لفتع الرسق لليلة مرك الرسق كاسو كجوغي قميص النبي يعني واحد دير ما هين وقعدت سوق قرينا يوم هل كاسو كجوم يقول لي رسول الله وسك قابنا وعند قميص قابن بوهاو كان كم قميص رسول الله كم كهل كنا لي قميص كمشي سن يماشن يا لي كم ك مرك كم كهاد هل كنا لوجي جلا قميص كقعد تيسا وين هل كان رسول قا رسول جونو والله فتاس فريرتك كم من هل كان لحيدو رسول ياسي كجوم
رواه داود باوري والترمذي وقال وفي حديث حسن الرزق بالساد لا غريو واي والرزق بالسين أيلا هو المفصل بين الكف وساعد كفك يساعد حمك يعلق كلا في حسه وقال كان هذا الرزق اللي هذا وعن جابر وعلي قوري رضي الله عنه قال إن أنا وكنا واحد يوم الخندق خندق مالك إذا وقلت في القدر مركي خندق لقول إيه قدوتي قدوتي الحزاب لي نحفر قوة قدامه قد كانوا قدين فعرضت وحصوب بحد كجية مال أضق وشديدة على الأرض وفات كمركي الغد افتوى يكسو كسو نقر يسوى رزقنا وباهية فجاءوا ويمادن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وحيدا أن هذه مدة كجية يعني ومال سبسب ورقحة عرضت صوبا بحد في الخندق قد كسو بحد فقال وحيد النبي وأنا نازل أنا تلي وأنا جلي ثم قام النبي وقع وبدنه على وجهه سنة معصوم بحجر لا يحمل وحيد دوب بني ما وحمل لدى من قدكر وعلى قضية ولبسنا وان نقال نبي ثلاثة أيام سدح بريما جوب نبي لا نذوق أن ندمين إن نواق وحل ندمي يوم سدح بريما وحمل لدى من مركاسا قدكنا لقضية وقال لي بعد سوء جولي سوء نفيس بعد القضية ياسي معنا قال لي سريد فعو فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نبي قاد المعولة فاسكيب قاضي أما سوردي فضرب موق وكل نقضي فعاد وحور نقضي كجيري وماشي أكيد وسيسر كيدا كثيرا بعاد أهيانا سمي أو أهيانك ويدا أشكر راوي أهيان أما أهيان بعاد كسهم مدير جرع سمي فقلت وحاني يا رسول الله إذن لي أنيقا إلى البيت قرق بلنا نجار إذن وإذ ما يبنك نقول لي فقلت لإمرأتي حاسك يجيبا وحانو إليوري فأيت بالنبي النبي وحانكو أرسي صلى الله عليه وسلم شيء شيء فقال ما في وجهي وجهي سواح النبي ما في ذلك وحا كسوا وما في ذلك ما هان صبر وحس لغو صبر كرم النبي وجهي سواح كم منذ قاجده يدباتها وحا لغو صبر كرم مئه ما في ذلك صبر فعندك شيء وحمها إسابة ليريو فقال وحيث ليو لعندي أكتنا وحا هذه شعير محير أو راشنا ليهار ساعة ويهو أو قمدي أول أو سرينة أيان هيام لهار ساعة ويهو سوي أربعة أبدان أفر كوبو ويساعد يو عراق وحريان وقردير أنا كل ينوجه وحريان وبهدك الأول حتى يربى للعناق فذبحت العناق وحرت من قور عينوري وضحنا تسع عيرا يدنا سريك من شيديوي حتى جعلنا براع يليو اللحم هيلبكي في البرمة تدريقا كوكو وقردين هيلبكي أردبك لسارة ثم جئت النبي مركا يدنا ويشيديو مركا سيادنا عجينك كقوشتوي أيضا مركا عجينك قصدي قال كنا ودب كساري هلب كجراي وحرك الجورعين ودب كسارية أيام صوب عيون ثم جئت النبي النبي قالوا إني صلى الله عليه وسلم والعجين والحال على العجين وعجين كنا قالين كسرة قالين كسرة وغميريو انكسار كحلو وجهه مرك مرك عجين كلا قصوح وقال الله ديكم مرك اسمه غميري مرك غمير كتب ولا دويد يسوع عنده زوده مرك وراه اللي كم دبوم مرك قالين كسرة معنوه وحوي وغميري والبرمة والحال البرمة برمدنا ودرجية بين الأساسي دردارها تحت وضع إسارة درجية ندبك على سارية دمك دي دردار وليه دردارية وفرك لك سارية دلحانتي صدح الاهي ورقاز وكرية وكرية بين الأساسي قد كانت دي ودواتي كان دي جوئنا بسلاطو هلك بسلاش وكدوه ورقاز صور دي فقلت وحاني ريبوي دعيم لي دعيم تاشيرو بالي يسوع وحيان أو راشنا أيان هياي فقوم استاذ أنت عليك يا رسول الله هي ورجل أو رجلان عليك يا نكر أو عليك يا لوان نوكل إلى كل أصل المقصود كي سوا هو ينون لك تجيهم بدوني وقاعدين اللي بودي يسكم وقته أيوم مركز إسهي وحابي قال وحي النبي وكم هو وحاد يسمحوني فذكرت له مركز النبي وشاد وحاني وحاني يرنوان دور عني هل ساعة وسعيرا نوان شيدني ومركا وانت كليل فقال وحي كثير وابلئي هاي برضيين وانا ونسين قلت لها الله اسلام تعالى قمت على الحوت الاحاس كالا لا تنزع البرمة دريق الدبكة هكذا الجن الان كلمة ولا الخبزة كبستنا من التنور التنور كهكسو بحين حتى اتي الان كإمادو الان إمادو يعني كبستنا يعلق بالله من دبده وهو كالي اما وحبا ميكي ادبته يعني هكسو صارم وي إلى أن أروى أن كيما الدرجة نزلك على الدجيل فقال وحي النبي قوموا استعلى إلى كان وصلت رواية من نوع إيمان دوانده ولي وقوط وحقي النبي وحي يا أهل الخندق
إن جابر قصنا عسورا فهي على ور جابر بأول من نوديه يصوب نكال النبي كرو نوا سهل سوبر كاي فقام المهاجرون والأنصار أصحاب الأول قيمت بها المهاجرين الأنصار واستاجن فدخلت عليها وحنصه وقلت بحاسكي فقلت وحاني ربوري ويحكي نا الله أقول حريصي قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما بقوا أيبت يو المهاجرون يو الأنصار أيضا وحبك مغنين يوم معه وحال لو إيشي قدك قدي ومنك أكون نمبا يعاي حبك ومغنتك وأكون صدر ريب ما هاي قال وحيت لي هل سألك قبر إيمان لي أهيد منك ويدي ينال قلت وحاني ريب نعم وحاني ريب نعم وإي سؤالك قال وحوي بس بيت المرة دون أيك سؤال وقش أكتي أنا وحي له النصارى مجرد هاي وحي له النصارى مجرد المرة كان نبي أسئل أي قانون كسوه ما مول هاي هاي قال وحي المركة جاب ادخلوا قلا صو قلا وقال وحي النبي ادخلوا صو قلا ولا تضاق تضاقضوا هنا يسعيرينا فجعل وحي قد قال يكسر الخبز يبيس انه ججبين ايو ويجعل عليه اللحم اللي كان قدر ايو ويخمر اي او دبول اي البرمته ذلكي يو تنور تنوركي اي اذا اخذ منه مركو كقال ويقرب الى اصحابي اصحابي سبو دوينيا ثم ينزعوا أتروا كسر صار يا فلم يدل كمزول يكسر من الجيمين يا ويضرب يعني درجنا وصادر يا مرقي هلك كسر صار يا كبسنا والجيمين يدل لدو وصار صالوس الجيمين يا حتى شبع إلى كدرجنا وقطيع منه وحلا ولي بكسر فقال وحي آية كل عم هذا نبي وحوي الحاسي والله الله يا مرقى كل عم بير هذا وأهدي ذك له هذه فإن الناس ذك أصابهم مجاعة ما المهندس هو يباهي هيلي هذا نعم درس كده قاسيب ونوكي متفق عليه وفي رواية قال جابر وحجري لما حفر الخندق وقتك مكي اللقضي رأيت بالنبي النبي وحكوه الكيب صلى الله عليه وسلم خمسا قاجو فانكفات وان وقضي بري لا انفاتي حاسكي وان اللاقي وقلت وحاني بها العندك شيء وحمها يسا فإني أنه رأيت برسول الله وحكوه الكيب صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا قاجا أدود لما نبي وحكوه الكيب فأخرجت ويصابح سيلي حق الكتابة جلاب يسوع بحسابين فيك تصاعون ساع وكسر يوم شعيرة شعيرة وفعل ساع ولمس يسوع سرنا يا كوجبته ولنا وحناص ونات بهيمة وحر يربان يداجن وقول جوجو فذبحتها وحتى من دورع وطحنت شعيرة أيدنا وحي شيدي بوري أي سرنا كي ويشيدي ففرقت وين فارق ذا إلى فرامي أنونا وحتى من قلي ومرك وجرجري ذي أيدنا شعير كي ويشيدي وين أي مرحبا مر الله مر كان أنا وحكي جوجو أنك بحيو أين النسيج كي جيبه ذي سوي تام يسوي وقطعت وان جرجر في برمة يا ذري جذي وبوكر كجرجر ثم وليت وان جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الحق سان هذا من ويره فقال وحيت لو إلى تردار سيو لا تفضحني هيقوف ذا حين برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما معه ذكى النبي الذي ذكى نبي الذي ذكى فرض بدنه الذي لا هيقوف ذا حين يا واحد يلسا وحير النبي يدور كوقف وكله سوير ده واحد ده مدة غي وحير هذا كتير فجئت النبي أن أتلقى فسارت وقصر سنن جنك نصاره وقلت حني يا رسول الله ذبحنا وانجور عن بهيمة لنا وحير الناس ناتي ودحنت وانشيد يو ساعة ومشعي هل ساعة يعني سرنا لنا وانش وقمدي أنا وانشيد نيوي يا فتعال قال أنت أليقة هي والنفر معك أليقة دور قف وكله فصاح النبي وقيل صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أهل الخندق ورقتك أهل كيسي وذاتي قدك قد يوم إن جابرا جابر قد صنع سورا ولم يصبر لك فهي حلم بكم إن كان مكان جانا أن صفت عادوا راشي فسعني تعطوا مركان الوكيل فقال النبي وحيد صلى الله عليه وسلم والله دارمي جابر والله دارمي لا تنزلون هذا الجنين برمتكم دارقين ولا تقبزون هكي بزيننا هزبون عجينكم عجينكين عجينكنا ينتبيد اللغب بالله حتى أجاء إلى كيمة فجئت واني مدبر وكسو هرمري وجاء النبي نووي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس ذكى عطيه وقامنه هصعد حتى جئت امرأتي حاسكي الى انو امدون هذه اريق وصوص على وي اردى بعيدا كيو ننو صوص على الى قد كبال ليس صوت بها ياو ادي افر بدين احبا اردتي وصوق الولي فقال وحيت المركة انو امالي بك وبك اريقا اريقا كان الله كبير وصوق المدر دارمي نور كوكو صوب وما كوريدات كايبو فضحين حيه وحكو بك وبك بك وبك معنى هذا هو أذيك بالعلوم تجي إن كان الله كبير دول معنى لازم فقلت وحاني ربو قد فعلت وايا لألني قلت وحالي بلا دردارة وايا والنبي قالوا لك تقول ساري أسنع ذاتك أردواقي وقيلية وحبا عليك أيكو تقال ساسني
فأخرجت ويصابح عجينا عجين كما النبي قصر صارت مكو يمد فقصد فيه النبي وكتفي وباركه هنا بركة دعاء بالبركة بركة ودعي ثم النبي كتفي وهذا ودعي ثم عمد وقصد هذا إلى برمتنا درقاني وقصد فقصد وكتفي وباركه وبركة يا وبركة هذا حوالي بركة يعني واحد تستوي و يعني ذاتك الخيرك إلهي وحكا أقبل يوحي هذا يعني خير يعني إلهي كبر كبر يعو فكاسة دنا نبي درقي وانتو كتب وكود عيو ثم قال وحو يري ادعي ادعي ويالو قوريهي خابزة الميت كبستة كل دوتو فالتخبز معك مع هذا هدوتي وحال ألو كليك هدوبي كرتميها لعمها تجد جميزة قبرا ويالو وحو كل دوبي وكل دوبو هاي وقت حي صابر من مربتك من درقينا لكسو قرع سوى دبك سارا إلك إيا مرق سلاح وكسو قرع ولا تنزلوها سوى دجينينا درق دبك سارا وهم ذاتك ألف كم بي أعيان بني جابر فأقصبوا وان دارا بني بالله إلهي باقو دارا لأكلوا ويعنين حتى تركوه إلى إكتاقين وأول حرقوا إقدومنا يقول درسوه وإن برمتنا والحال إن برمتنا داري قانينا لا تقيدوا أي كرئيس كما هي سيدة ديوه سيدة ليس هي كرئيس كوركور إنه حلقة بحي أمه يلبك يا مرق سيدي بأبوحة وإن عجيننا عجين كانينا لا يخبسوا ولا دبيا كما هو سيدي سيوه سيدة أمه قبله دبيانه هل كان واقعنا سحانكي سحمد وإنه بأهو سيالو فأف مركي دبان بساهم بالوغة قالي كانوا وكسيدي ديانه والدبيا ولي فأكا قبله كعمل كنت دبيا وحكو جو قمع بركاته إلهي واحد ما نس ما هو قوله عرضت كل يؤير هي بلم الكافي وإسكان الدال وبالباء المثنى تحته وهي قطعة غليظة مال أنك وصلبة ومن الآن لكمل لا يعمل فيها الفأس فأس تقولك الوقوب هي مكره ومال أنك وفلحة هي أصواب على مكة عسى النبي الله شيء سنة العيس قال لك عن فيه القاجر إيه نورس الوجري أيضا الجهاد إيه أو دواتة لأس الوجري يا حضر الباهي لا تأيضا وحل حول الله ما يستوى أحلى عنا لما يصير. فهذا الشيو يعني قاعد هذا الشيو قبل أن تاسي أرد كاس مبا أن هذا قارض لن يو الدنيا بقرض يو شيء كتير ولن بالو قصدين ما إن مال يهو من اللهم قصدين أي إخلاص بالو قصدين ويو نية قلب ونحسن يو فهيا بالو قصدين والكسيب وحوي أسله طل الرمل بعاك وين بل والمراد هنا صارت وحي نقطة ترابا ناعما عيد بيان بي بسكت نقطة بركونا بكرفت ومعنى وهو معنى أهيلا ويسكشو ماي والأساس وحوي الأحجار الأحياء هو التي تاسو تكون على القدر قدر درق الله سعر لو أدر طارة أحدر يقول الله سعر وطلاء قضو معنى وحوي تزاحم وهسعيرين والمجاعة الجوع طيب بفتح الميم ميم كالكرب وهو مجاعة لنا والخمسون بفتح الخائر والجوجي والميم الجوع ويأيض وانكفأت وانقلبت ونقض ورجعت والبهيمة بلم الباء تصير بهم بهمة وياه وهي العناق وحتى قردار كاوي بفتح العين حتى بود قال كأوه قردار كاو حرقنا لقفره وفتاة أرقنا ألفه فيه وبود قال حتى يتاو والداجن وحي هي التي تألف ألفة البيت كل جبرتيه وهو حجر يعني وحرها وحلقية با إن هذا بدأ من مرة ويسكفوا با من مد وحوضا لنا يسوى حجر ومد يو اسم قولي جوغوه قولي يا ويسكا براتيه المالاهم اسكا قولي نحن نسجده ألفة البيت خاصة الحال إذا داجل قولي جوغ بل والسؤر أضع عام الذي يدعى الناس إليه مد كتتك اللوغوية لا لإذا ذا هو ولمدده وهو بالفارسية وهي سؤر يعني وحي على حي على معنا وحوي تعالوا كالي وقولها بك وبك أي ترنا خسمته ويدك عشقه وثبته ويحيده كيف عرارة الجابر وانا كذي إنكار بقى هذي قابة إنكار الله أقول لأنها اعتقد وحي تقولون عادي قال روح النوم يرد روح معهم من هنا يا روح يرى إنه ذكي كوكا لقاء هذا القوة دلالة لكن إنه قاء عام كأبي قاعد هذا اللي يقول إنه قاء ذكي جاري ويموت ولا تفسنا يا ولا يحصل لي طعم بيك عصا تبي ذا وخفي عليها وحكى قرصومي ما أكرم الله سبحانه ما أكرم سبحانه وتعالى إله يقول كوكا نبي به ما ينا نبيه ونبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة آية عطية معجزة كمغط بسق وكتف يعني بسق وهي ويقال أي بزق نواليها ثلاث لقات وهي وبسق سين الأغريو أما بسق اللي إذا صار الأغريو بزق اللي إذا ذو زأ الأغريو ثلاث لقات وهي وكتف يموت وعمد بفتح الميم أي قصد وهي وقدحي أي إقرفي فيه ذلك أتوى دبك سارة هيلوك يا مرقة كسوق رويا سودة جني
والمقدحة المغرفة والكاسة وحصاوح الوقود ترى ليلة وتبدو معنى وحوي لقليانها صوت ويكره سهل ودري سيدي بوكرية فلكي كدر هذا يكون كنين انتين درقية والله أعلم معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وعن أنس وحال قوري رضي الله عنه قال وحي إلى أنس بن مالك قال أبو طلحة وحي إلى أبو طلحة لأم سليم وحويري وأنا سويدي حاس كثير أم سليم وأي أبو طلحة حاس كثير وحويري أم سليم قد سمعت وان مغلي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوت كثير ضعيفا سوى ضعيفا عن مغلي أعرف فيه الجوع قاعدة أكدر يا نبي فعل عندك ما يسا من شيء وحما يسا فقال الحيثر نعم وحبان هي بالكل أحكر هذا لي فأخرج له حيثوا بحيسا أقراسا وحيرا وججبوه من شعير كبس أول كبس هرين العنية يعني دور حبوا جبوا دور جبوا كي على سو سارت ثم أخذ دوي قادة خمارا قو بي قادة قو وايا والله ها أيضا أصل نادي فلفت الخبز كبس تبي كضفت ببعلي قو يدني عيسى ويسلا أو ضفت ورنا عبسا واحدة ثم جسد هو يكون لاطيه واي وين جلس تحت صوبي أنس بن مالك ورمي وهو يسوع له قعد حاجة شهوات لا يسلا يجلس راح يرو كبس وينال قرنش ورددني ببعلي go adi inta karana korka iga saartay si aan waxan wada loo dareemin fiid bay oga xirtay markaas ay gacanta hooseeda u gelisay oo galkashay u gelisay qaybti karana go ibay saafarka uga dirdey suma arsalad way idirtay ila rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam bal dhowr kar xabo kibista orada wax yar oo jajabka u geey nabiga intaas hadii biyo lagu cabo bas qalad diman male maalinkaas wal dirgay wuu ay ila bari waa ugu joogay orad bay tir nabiga u geeyo inta asaguna markaa waa wiliya فذهبت به ولسوا تغيبوا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوان هلئوا بجالسا بمسجد أسوا مسالة تحفظ ومعه ناس تطهر بضل ويلا جوغا هذا هو الجوغا فقمت عليه مدى سهدو الإسلام هذا هو يريها وعنه يرأه وعن نبي وقل أحد وقرر وكاسه يسكدو الإسلام عبار ملك ودول تاغنا فقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلح أبو طلح ميق صادره فعنه يرى الله صادره وضدسه يرى اللي يرم بوئك يعني مرات ودد في كرت هاي يموته فقال له ابن ما وضحها بصدره وقلت حاله نعم فقال وحي الى الدعام كاشني وكل صدره وقلت حاله نعم ادري هو وضع صمات لكن لازم بقول يا له دتك اسو يرى لما دين لكن وحي يرى لو سو ديبي او هذا مرض فرق غير قوه با ودول حبوا في سو جدو هذا اوسب من لازم بقول صدره ومن لازم وهي قلت حاله نعم فقال رسول الله وحي صلى الله عليه وسلم قوموا دتك لفدوا حرينا كان دا وضل حلو يرى يا لاد وأنا تس فربنا وح بري على النمر وابين دار مرة فرق هذا الموضوع فانطلقوا ويتجين ذاتي بسوق القلاي بالنبي صور كعيب وانطلقت بين أيديه ما لين هرت ولا صور ذي بري حتى جلت أبعد الحط إلى عنوين حاجي دي سكتي في موت ترى فروها كبا حدا أرجع صور أرضي أبعد الحنوين بيت فأخبرت وأرنت ما نوبة ولا ويد ساعة ساعة عليه وده بري ساعة سوي هذا هو عنو غير محل وده قال لي وحلي هذا المرة قال هذا ذي صور لازم حاسين فقال أبو طلحة وحويري حاسكي سيب الله عليها أم سليم أم سليمي قد جاء رسول الله رسولك إلهي ويهي صلى الله عليه وسلم بالناس دكي عطيه وقامله وليس عندنا ما يدعمه وحعن كقود إن النبي وانسينا يددك الله سعودنا ما هينا سيئلنا وليس عندنا ما ندعمه وحعن كقود إن ما هينا فقال الوحيد القبر إيمان بدن بيهيدي الله هو رسوله وعلى إلهي رسولك ساكر منه وحعنه أن أقنعي أتانا وحبهي إلهي رسولك ساكر منه فانطلق أبو طلحة وتجي حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكورتني فأقبل رسول الله وسوق قبل صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل إلى يسوق لجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي كان ما عندك وحاب ترى يا لي أم سليم أم سليم بلك على وحاب هيس عتد دعم النوية فأتت ويلت بذلك الخبز كبستي يا ريد مرض فرق ذي كسر جندي كي أم بي كانت فأمر رسول الله هو أمر صلى الله عليه وسلم ففوت والد الجبين وعصرت وحي كسو درتي كسو عليه دشيس ام سليم عكة يعني قنب قنب قريه اي سدا سلكي سدا اسو حدثتيو فادمه مركاسي كو ايداتيو خوغاغي دفنكي قنبا سلكي سدا سدا مرمرسي او ايدان اوغدي ثم قال فيه رسول الله ثم قال وحي يرفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يري واجبست يري ما شاء الله الهي وحو دونا يقول يريد ابو النبي كو اقري الهي ببريه ودعي ثم قال وحي النبي في ذل عشرة ثمان سودة قلت بناك التوي وأقول قالوا ما ثمان سودة فأذن الله هو إدمي والصوغل على ثمان صوغل فأكلوا ويعلن حتى شبعوا إلى ثمان كدرجة
ثم خرجوا وين بحال ثم قال وحي الى العشره تمن كلا سوق فاذن له ويد فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال وحي الى العشره تمن كلا سوق حتى اكل القوم قوم كلا يعنون كلهم ضمانتهم او شبعوا اي درجه والقوم قوم كنا 70 رجلا تضرات من بهاي او 80 رجلا سجدت من بهاي اي متفق عليه معجزه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فما ذلك مزل يدخل عشرة طوال إنه سواء قلنا يخرج عشرة طوال كلا يسيب بحيان حتى لم يبق منه أحد روحنا كما عرف إلا دخله صواء قلنا وفاكله وعني حتى شبع ثم هيئنا رواية مركز النبي نوسف يعني وصوتي فإلهي مثلها وصيد يدون حين أكلوا منها مركز عنين وابا إنت يسيبه ويسيبه حوال. وفي رواية فأكلوا عشرة عشرة طوال طوال بيعنين حتى فعل ذلك بثمانين رجل سجلتا من بعنطيه ثم أكل النبي بعمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت كان أبو طلحه النواع عنين وتركوا سورا وليما هم بيك التقاون. وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم وحي صوهم بي واحدرس كل قرقاتي ما تدموا وضط في درس كابا يكرقوا. وفي رواية عن أنس قال وحي رجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يوم مالك وجدت واهل الجالس نسقه وفريه مع أصحابه وقد حسب بطنه على شيسه وكحري بعصابته مروا نبي مروا نحن سلا وحي تعرس. فقلت وحان لي لبعض اصحابي لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر نبي على راس سيخ على راس سيخ سوى عنه يرد احد ما قرن فقالوا حيدا ذنب من الجوع قاجد. فذهبت وانت غير الى ابي طلحه متغي وهو زوج ام سليم وهي والدتي بنت ملحان. فقلت وحان يا ابتا قد رايت رسول الله وحكوا ان صلى الله عليه وسلم عصب بدنه على راس سوى حديه وبايه بعصابه المرء على راس كله. فسألت بعض أصحابي بأويدي أصحاب قال كمدو فقالوا حين ذي من الجوع قاعدة درسل. فدخل أبو طلحة وقال على أمي هو يذي وقال فقال وحي يري هل من شيء وحمه إذا فقال حيث نعم عندي كسار وحي رو ججب علي من خبز كبسة وطبارات وحي رو تمر. فإن جاءنا رسول الله دون نوي ما صلى الله عليه وسلم وحده وكله أشبعنا هو أكدر جنين وإن أحد أحد روح قال جاء هدوية معه أسيق قفك الهدوية ما لنا قال عنه وخيرانه أصلاً تلقي وكدر جيا تلقي روح كلا ذي ما ذعنا ولا أبي نمت كل عشانه لكن ما ذيق أيوة كوي راني. وذكر تمام الحديث حديثي هو مركز عليه ذي أصحاب ربنا بعض تميدوا سيدات الغب هيا مركز كدر التي لا هو ذي كوا دافو قال إلا ذا إلا ذا هاي فاك عدوه الدنيا على الدنيا ذا قاعدة دول مركز نتك يعني مخلوق عاتي وقفل لبناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أصحاب في سكرام ذا ساتي الدنيا كسر مرينا ورشة من سلاسة هيدو سلاسة marka aad ugu fadhi badan tahay yaani ay xayska yaani jooca gaajada iyo qashunatul xays yaani hadii lagu sabro oo ilaahay lagu aqoonsado abuul qowl hada wasfurani wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.